غادي يكون هو طبق البرياني. اياه سهل بطريقه سهله غادي نبسطوه لكم اليوم باش كلشي يبقى يديرو ما يبقاش يغلبكم. شنو المكونات ديالو شيف؟ المكونات بسيطه، غادي يكون عندنا دجاجه مقطعه على 8 ديال القطع، غادي ندهنوها بالسكينجبير مطحون والثومه مطحونه. هذه ثومه وهذا سكينجبير. هذا سكينجبير ثومه او سكينجبير؟ هذا ثومه وهذا سكينجبير فخي مطحونين. غادي يكون عندنا اوسي مطيشه اللي ما غاديش نديرو فيه البصله. غادي يكون عندنا بطبيعه الحال اللي هو الياغورت اللي ما فيهش السكر، يعني الياغورت طبيعي. وغادي يكون عندنا الرز بطبيعه الحال، وغيكون عندنا البصله مقليه نوجدوها من قبل. هادي كنظن للتزيين ياك الشيف؟ هادي كتعطي تنكهه، كنديروها معاه وللتزيين طبعا. كيعطيه كنحطو انا معاه في لا بريباراسيون. من بعد عاد كنديرو عاوتاني من فوق الرز، وفاش كنبغي نقدم كيعطيه واحد النكهه زوينه. وصافي، وغادي نرافقوه بواحد شلاضه اللي هي بسيطه، اللي غادي تكون بالزبادي اللي هو الياغورت مع الخيار وشويش ديال الكمون باش تفوج علينا من هذا من البرياني. وغيكون طبعا معاه كيدار النعناع معاه والقزبور، علاش؟ باش كيعطيه داك الفريشنس، كيعطيه كيردو فخيس زعما، باش يعني كيردو زوين، كيجي معاه دائما. ونزوقوه طبعا بالكاجو. غادي نخدموا اليوم بالسمنه. السمنه كتمشي زوينه مع هذا الطبق. نبداو على بركه الله. الوغ اول حاجه غادي نحط هي السمنه ديالي، معلقه ما نخافوش منها. صافي، عاد حطينا السمنه ديالنا. غادي نقبطوا الدجاج ديالنا، غنديروا له هنايا شويه ديال الثومه لان ما غيطيبش بالبصله، غيطيب غير بالثومه والسكينجبير والياغورت. دونك هو البرياني نورمالمون ما تيطيبش بالبصله، هما اللي كيديروه ما كيطيبوهش بالبصله. كاين الناس اللي كيبغيو يزيدوا عليه البصله. هنايا عندي العافيه شاعله بزاف عاليه، غندير معاه واحد ياغورت. الياغورت واحد جوج ثلاثه ديال الياغورت طبيعي، كيطريه وكيعطيه داك لاصوص اللي هي الخاتره اللي كنبغيوها في البرياني، وكيجمع لينا الدجاج، كيدخل في الدجاج وكيطريه اوسي سيتو. غادي ندير البهارات اللي هي البهارات مشكله، فيها كاع هاد البهارات الصحيحه اللي عندنا هنايا. ممكن نقول لنا شيف شنو البهارات؟ كاين فيهم الفلفل الاسود، كاين القرنفل، كاين الهيل، الباديانا، كاين ورقه سيدنا موسى اوسي مطحونه، كاين الكمون، كاين الخرقوم البلدي حتى هو مطحون. هادو كاملين كيداروا في البرياني.